بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الأخوات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان؟ ثم لاباس عليكم؟ أتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. أعتذر على هذه الغيبة الطويلة لعدة ظروف، منها ظروف صحية ومنها ظروف مهنية، كانت عندي الخدمة بزاف. هذا لا يمنع على أن يلا ساليت الخدمة، دابا 9:30 وبغيت كمغربي غيور، راكم تتعرفوني الحمد لله، مغربي عربي مسلم غيور على مغربيته وعلى دينه وعلى اسلامه، بغيت نهضر على واحد الموضوع، هو كيفاش نبداو نخدموا عقلنا، كيفاش نخدموا عقلنا في هذه الظرفيه الزمنيه اللي ولات صعيبه بزاف، وسيرتو صعيبه لوليداتنا. انا اللهم لك الحمد عندي 50 سنه، 3 الوليدات كنقولوا باننا رحنا عشنا، اللهم لك الحمد حنا دزنا في الضوء، ياك ما كانوش مؤثرات خارجيه كيأثروا لنا على النمط العقلي ديالنا. ولكن حاليا ولينا عايشين في هاد الله يعفو الجميع، في هاد الآفة اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، ولينا كنحضروا لواحد الانحطاط اخلاقي، ولينا كنحضروا للتفاهه، ولينا كنحضروا لنشر الالحاد، وهذا كيضر في الخاطر بزاف، لان ولاو ناس باوجه مكشوفه كيهضروا على الالحاد، انا ملحد مغربي، انا ملحده مغربيه، الدين ما كاينش، الاسلام ما كاينش، الله ما كاين، استغفر الله العظيم، ما علمنا بهذا في ايامنا، والحمد لله دزنا في الضوء، لذلك كانت البركه. دابا كنشوفوا بان البركه قلات، كنشوفوا بان كثروا المناكير، كنشوفوا بان بزاف ديال المسائل ولاو طاغيين على تمغربيه ولا تاسلاميه ديالنا. لذلك فهذا نداء سيرتو للاباء والامهات، ردوا البال مع وليداتهم، ردوا البال شنو كيشوفوا، ردوا البال شنو كيوكلوا عقولاتهم، ردوا البال لا شنو متبعين، لان فخصكم تعرفوا لان كاينه واحد الحرب، واحد الحرب داروس، وكاينه واحد الحرب شنيعه ضد الاسلام من اللي خلق الله الدنيا، من اللي خلق الله الاسلام، وكاينه واحد الحرب ضد هذا الدين الحنيف. هذا الدين باغيين يخربوه بشتى انواع الاسلحه، واكبر سلاح باش يخرب لك الدين شنو هو؟ هو تشتيت العقل، هو انه يمنعك تعرف كيفاش تخدم عقلك بواحد الطريقه صحيحه. دونك شنو كيدير؟ تيعمر لك التفاهه، تيكثر لك من الخوى الخاوي، تيدير لك هذا مدابز مع هذا في المواقع، هذه مدابزه مع راجلها، هذا حقا لا طرات لي هذا المشكل، وهذه الكلمه كتضحكني، مؤثر، راه طلق مراته، باش انت كيبقى عقلك مشتت. فاش مشتت؟ داك القوه اللي عطاك الله، وداك القدره اللي عطاك الله وفضلك بها على العالمين اللي هي العقل، بغاو يحيدوها لك، خصهم يحيدوها لك. علاش؟ باش ما تبقاش تفكر بعقلك، باش تولي انت حاشاكم كالدواب من القاطع، انت عتابع. وباش الا بغاو يدوزوا شي قوانين، ولا بغاو يديروا شي تغيير، ولا بغاو يبدلوا شي حاجه، فراهم عاد يديروها. عرفتي علاش؟ لانك انت في سبات عميق، وانت غادي تابع التفاهه، وتابع الرذيله، وتابع قله ماء قله الحياه، لان كاع الحاجه السلبيه فهي كتجر الانسان. راه ملي خلق الله سيدنا ادم وقال ليه ولا تقرب تلك الشجره، فين مشى هو؟ مشى لتلك الشجره، باش نعرفوا بان راه حنايا كننسابوا الى السلبيه. ولكن اللهم لك الحمد، وهذا الشيء واخا والله العلي العظيم ضرني في خاطري عليه، ما بقيتش نبان بزاف مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن اليوم قلت ما فيها باس خوتي وحبابي، لان كوميم راه المغاربه ولا المسلمين فرانا كنعتبرهم خوتي ووليداتي، دونك فراه ضروري بان النفس اللي فينا ما كتخليناش نسكتو. دونك الله يجازيكم بخير، فخصنا نفهموا بان العقل عنده واحد الطريقه كيشتغل بها. العقل هو واحد الاله عطاها لنا الله سبحانه وتعالى، وفضلنا بها على العالمين باش نقدروا نفكروا ونتخذوا قرارات لراسنا حنايا. دونك هنايا شنو كيكون؟ ملي هاد الناس هادو اللي كيربيو فينا هاد المعتقدات السلبيه، فكيبغيو يحطوا لنا واحد الانماط بسيكولوجيه محدوده. يعني المعتقدات ديالك كتكون محدوده، فاش؟ كتكون محدوده في شي امور اللي كتير الغريزه، مثلا كالجنس، كالغناء، ما نعرف المخدرات، يعني كيبغيو يجروك، خصهم يجروك، يديوك يسهلوها ليك، يزينوها ليك. كما كنقولوا حنا، كان واحد المثال شحال هذه كانوا تيقولوا ولاد قنيطره، معنا قنيطري في التربيه، ماشي زياده، زياده سيد سيدي ابني. كانوا الدراري في الزنقه، الدراري ولاد الزنقه، تيقول لك زينها له، قيدو وضحك عليه، زينها ليه،
زين ليه المصيبه، زينها ليه، وريها ليه راه زوينه، قيدو هي زرفو خشيه وملي يحصل وضحك عليه. دونك هنا الله يجازيكم بخير، الله سبحانه وتعالى عطاك العقل مزيان، عطاك العقل وقال لك هذاك العقل اللي عطيتك فراه عطيته لك باش لحسن استعماله واستخدامه، فاش فيما يرضي الله، فيما يرضي صحتك، فيما يرضي اخلاقك، فيما يرضي الناس، فيما يرضي التعامل. يعني خصنا نكونوا خير امه اخرجت للناس، خصنا نكونوا كنتعاملوا بعضياتنا بواحد طريقة مزيانه. يعني خصك تكون انت راضي على راسك، يعني بصيغه اخرى نطلب منك دير هاد التمرين هذا، ديرو دابا ملي سالي هاد اللايف، وقف قدام المرايا، وقف قدام المرايا. وهذا نداء حتى لهذوك اللي كينشروا الرذيله، واللي كينشروا الفساد، واللي كيديو لعباد الله فلوسهم بحال هادشي العمليه النصب اللي ولينا كنسمعوا مؤخرا. وقف قدام المرايا ياك، وحاسب نفسك، شوف راسك في المرايا وقول واش انت راضي على راسك بهذاك الشيء اللي كدير، وهذاك هذاك هذاك الفساد اللي كتنشر في الارض واش انت راضي عليه. وشوف الضمير ديالك الا كان باقي فيه شي شويه ديال الحياء وشويه راك حي من الداخل، فراك عادي تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعادي يضرك خاطرك، لان خلقنا على الفطره، لان الداخل فينا بذره زوينه. احنا اي كلنا كاملين، نصارى كفار اللي بغيت، احنا كاملين خلقنا الله وتيحبنا الله، راه ماشي ما تيحبش الكفار، الله ما تيحبش الكفر، اما احنا كاملين مخلوقات ديالو. الور انت يلا يرضي عليك، شوف راسك في المرايا وقول مع راسك واش انا راضي على راسي، لان كاملين غلطنا، كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون. دونك شنو هي اول محطه خصني نديرها، ولا اول قرار خصني نتاخذه باش نبعد من هذا الطريق السوداء؟ شنو هي؟ تو سامبلومون هي نقول بركه، نقول ستوب، هي شي حاجه خايبه ونحبسها، كندير شي حاجه خايبه نحبسها. شوف الله يجازيك بخير، قال لك اذا ابتليتم فاستتيروا. انت الا فيك شي بليه بلا ما تبقى تنشرها في المواقع، لان راه ما كتشهدش عليك غير الله والملائكه ديالو، راه كتشهد عليك الانس اللي غادي يشهدوا عليك في يوم القيامه بانك انت بالسبب ديالك، بحال هادو اللي كينشروا الالحاد بالسبب ديالهم، كاينين بزاف اللي عقول ديالهم صغيره مشاو نتساقوا في ذاك السياق ومشاو، لان لا علم لهم، راه قليل من الفلسفه يكفر وكثير منها يزيد في الايمان. سيروا قراو، ما تتبعوش الخوان خاوي. دونك اول قرار نتاخذ شنو هو؟ اي بيان تو سامبلومون هو نقول بركه. شنو هي بركه؟ جو دوا دير ستوب، انحبس منياش من اي حاجه خايبه في حياتي. وسهله، غتشد ورقه وستيلو وعادي تكتب كاع داكشي اللي كدير كل نهار، وعادي دير واحد جوج واحد الشرطه الوسط، كتب هذه زوينه وهذه خايبه، وهذو اللي خايبين حيدهم ما تبقاش ديرهم. وإلا بغيتي تعرف شنو هي الحاجة الخايبة، واش تعرفها واش حرام ولا حلال، ها سيدي حنا ما ندخلوش بالحرام والحلال، أنا نقول لك إيه ملي تبغي دير الحاجة، وإلا قلتي ناري لا حصلت عرفها راها خايبة، إلا قلتي راني لا حصلت، ناري لا شافوني، ناري لا شافتني أمي، ناري لا شافني با، ناري لا عرفها راها خايبة، راه ما ديرهاش، راه ما خصكش دير، أنا سهلتها لك. دونك هنايا ملي تاخذ هذا القرار، القرار الثاني اللي خصك تاخذها أخي ويا أختي المسلمة، شنو هو؟ هو انك خصك تقرر تاخذ حياتك بيديك. حياتك ما ملك حتى شي واحد، وما تخلي حتى شي واحد يدس ليك افكار مسمومه في عقلك، وما تخلي حتى شي واحد يزين ليك الحاجه الخايبه. خصك تاخذ حياتك بيديك. شي واحد الا جا لك شرب السم راه زوين، واش تشربو؟ ها هو السم، السم ها هو، ها هو السم، سميتو السم، ويزينوا لك ويقادوا يديروا لك في قريعه مزيونه وكذا وهذا والرويحه، ويقول لك هذا والله الا ارفع سم كاين في العالم، هتشربو؟ ها تكون زعما انت كاع حتى لهاد الدرجه مكلخ. اي بيان تو سامبلومون، واسمح لي على هاد الكلمه اللي قلت، اي بيان تو سامبلومون، فرانا كنت منك، رانا كنت بحالك، وكانوا كيشربوني السم، وكان تنتبعهم، وكانوا كيخرجوا عليا عاطفيا وماديا ومهنيا وثقافيا وصحيا، الى ان جاء واحد اليوم وانا نقول بركه. شنو هي بركه؟ كاع الحاجه اللي تجيني منك خايبه، ولا اللي كيجيب لي شي حاجه قلت ليه ستوب حيدته بعدا من حياتي. دونك هذه هي الحاجه الثانيه، هو اتخاذ القرار، وصعيب بزاف. انا كنعرف ناس، وانا راه دست من بزاف ديال البلاوي، راني كميت وشربت والله يعفو على الجميع، ودرت بزاف ديال الحوايج بزاف، ولكن كيجي واحد الوقت اما تضربك الفيقه
اما ضربك شي سكته قلبيه، اما ضربك صيده، اما يضربك الحبس، اما ضربك شي حاجه خايبه اللي ما عادش ترجع منها. وتما البكاء على الميت خساره، ما عندك لاش تبكي، بكي دابا ما حدك مازال فايق وعايق وبعقلك. ثالث حاجه خصك دير هو ان كاينين واحد ثلاثه ديال الاخطاء الناس كيديروهم بزاف. شنو هما؟ اول حاجه هي الانسان تيكون عايش وما عندوش اهداف واضحه في الحياه، اهداف واضحه، اهداف، شو سمعني مزيان، ما تهضرش باللغه العربيه، كتهضر معاك بالدارجه، اهداف واضحه، هدف واضح، خرجت من داري باغي نمشي نخلص الضو، غادي نمشي لدار الضو، عارف الطريق منين غادي ندوز، هذا هدف واضح. انا عطيتك هاد لا ميتافور، عطيتك هاد التشبيه هي باش تفهمني. ملي كتحدد الهدف عقلك ما كيفكرش في الطريق حيت هو عارفها، عقلك ما تعطيهش الطريق، عقلك عطيه الهدف، والهدف يكون واضح وضوح الشمس، يكون باين. فلا حياة لمن لا هدف له، فإذا لما كانوش عندك أهداف فراك أنت خدام تتحقق الأهداف ديال شي واحد آخر، داكوغ؟ دونك هادي حاجة الخطأ اللي كيدير الإنسان. الخطأ الثاني شنو هو؟ هو أنه ما تيكونش عنده واحد السبب قوي علاش تيدير الحاجة في حياته. باغي تقرا شنو هو السبب؟ ماشي باغي تشد الباك ولا باغي تشد لا ليسونس، وعلاش باغي تشد الباك وعلاش باغي تشد لا ليسونس؟ باغي تخدم؟ علاش باغي تخدم؟ باغي تمشي للخارج؟ علاش باغي تمشي للخارج؟ باغي تعلم التجارة الإلكترونية؟ علاش باغي تعلم؟ لأن هذاك علاش، داك السبب، وخوضوا بالأسباب، هذاك السبب هو اللي يخليك تكمل، ماشي الهدف. الهدف حددتي الوجهة، ولكن في الطريق تقدر تنسى، أنت غادي باش تحقق الهدف، نسيتي الهدف، نسيتي، سبحان من ليس ولا ينام. ايوا خويا راه الا نسيتي الحاجه اللي كتفكرك هي السبب. بحالنا دابا حنايا اولياء الامور، ملي كنفيقوا الصباح وتنقولوا يا فتاح يا رزاق، وتنخرجوا نسعاو في سبيل الله، ماشي السعايه ديال كبيسو والداعم وداك التخربيق، لا، كنخرجوا نخدموا نضربوا تماره، حيت هذيك سعايه بطريقه واحده اخرى، هذيك راه سعايه مرقمانه كتبقى سعايه سعايه. دونك انت خارج تسعى في سبيل الله، كتقول يا فتاح يا رزاق، كتحط رجليك الاولى من الباب وتتقول بسم الله توكلت على الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون، اللهم ارزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب. ملي تتخرج وكتخرج تخدم وكتلاقى شي صاحبك تيقول لك يلاه نجلسوا في القهوه، انت راه فيك ما تجلس في القهوه، فيك ما تجلس ثلاثه السوايع في القهوه، ولكن السبب علاش خارج تخدم؟ خارج تخدم على الوليدات، هذوك الوليدات شكون يوكلهم؟ سي فري على ان الرزق بيد الله، ولكن الله قال لك دير بالاسباب، لان الرزق ليس لمن دعا ولكن لمن سعى. خرج سعى، دونك في عوض ما نمشي نجلس معاه نمشي نقضي شغلي، لان السبب ديالي قوي، عندي واحد السبب اللي كيحركني من الداخل. ثالث خطا تيديروا الاخوان شنو هو؟ هو ان ما تتكونش عندك واحد العاده ديال التنميه الذاتيه ديالك، التنميه الثقافيه، التنميه الصحيه، التنميه الدينيه، التنميه الروحيه، اي تنميه، التنميه العلاقاتيه، التنميه التواصليه. الناس ما عندهمش هاد، وما عندكش هاد هاد هاد, هاد البروغرام، هاد اللوجيسيال ما عندكش، ما دايروش حتى في دماغك، ما دايرش على انك يوميا خصك تعلم. اول كلمه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرا، وراه ملي قال لي اقرا راه ما كانش القران، هذاك راه النبي الامي، ولكن قال لي اقرا. علاش قال لي اقرا؟ لاننا ملي كنكونوا كنتعلموا كل نهار، وملي كنكونوا كنعمروا لا كابيسا ديالنا، فراه القيمه ديالنا في المجتمع تطلع. وحنا حاليا ماشي في عصر الماده، حنا في عصر المعلومه، فاللي عنده المعلومه عنده المال، واللي عنده المعلومه عنده السلطه، واللي ما عندوش المعلومه ما عنده حتى شي حاجه، داكور؟ دونك الحاجه الثالثه فيها ثلاثه الحوايج نفكركم بهم، هو ان خص يكون عندك اهداف واضحه وضوح الشمس، خص يكون عندك اسباب قويه لتحقيق الاهداف، وخصك تكون مقيد في واحد الديناميكيه ديال تطوير الذات يوميه. بزاف ديال الناس يقول لك انت كتهضر لينا على التنميه الذاتيه، وهذا التنميه الذاتيه كلشي ولا كيهضر عليها، وعاني واش شريف، واش شريف، وراه ملي حط ملي نزل البشر في الارض فوق الارض هو كيدير التنميه الذاتيه. حنا نهار صايب العافيه
وعرف راسو خصو يطيب الماكلة باش ياكلها، راه دارت التنمية الذاتية. نهار صايب نبلة باش السيد غزالة ياكلها، راه دارت التنمية الذاتية. نهار صايب لينا الأهرامات، راه دارت التنمية الذاتية. نهار كتب في الحجر، راه ملي جاو السومريين وداروا، راه داروا التنمية الذاتية. أي حاجة كتمكنك من أنك تولي حسن من داكشي اللي أنت عليه فراه هو التنمية الذاتية. دونك دابا دخلنا عليك بالله، أنا إلا سولتك من غيرك أنت شكون تبغي يكون حسن منك؟ بيان سور ما تنهضروش على الوليدات، حنا أي أول وحدين تنبغيهم يكونوا حسن منا هما ولادنا. ولكن اختار لي شي واحد في الدائرة ديالك خدام معاك، صاحبك، خوك، اللي بغيتي، تبغيه يكون حسن منك. جاوبني على هذا السؤال، قول لي شكون تبغيه يكون حسن منك؟ شكون؟ أنا الوحيد اللي نبغيه يكون حسن مني هو أنا الوحيد. هكا أنا، هكا خلقني الله، هكا أنا كيعجبني يكون أنا حسن مني. أنا خصني نخدم على أنني نولي ديما حسن مني، لأن إلا بغيت كتر خصني نولي أنا كتر، ماشي نكون أنا قل ونبغي كتر. الحياة ليست بالتمني، الحياة راه ماشي كنتمناو. أنا كنتمنى بغيت صافي، أنا بقى متبع النهار كامل وأنا متبع مواقع التواصل الاجتماعي، النهار كامل ما كندير والو، النهار كامل وأنا جالس عفراس الدرب، النهار كامل وأنا كنتشكى. في الأخر لا، البلاد راه ما عطاتناش، البلاد ما عطاتناش لأنك أنت ما عطيتيها والو، تو سامبلومون أنت ما عطيتي والو. دونك الله يجازيك بخير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إلا بغيتي تبدل العالم ديالك تبدل أنت، أنت تبدل. وبركة ما تتبع الرديلة، وبركة ما تتبع أنتوما كتطلعوا. أنا شوف راه كيضرني خاطري وحق الله العلي العظيم، زعما اون طونك مغربي ولا بنادم، ماشي تا مغربي انا، اون طونك بنادم بشر، كنشوف في مواقع التواصل الاجتماعي لايف على تفاهه، وعلى شي كيخوي على راسو جافيل، وشي كيخوي على راسو القطران، وعلى الالحاد، وعلى الرقص، وعلى هذا. وكتلقى 4K 5K 16K 18K 70,000 واحد متبعو. وملي كتدخل تتلقى عالم ولا موجه ولا مؤطر ولا مدرب ولا عالم في الدين كيهضر، كتلقى عنده 60 متتبع. واش دخلنا عليك بالله؟ انت باغي تقاد حياتك ومتبع هادوك اللي كيخرجوا لك على حياتك، افهمني، انت باغي تقاد حياتك ولكن انت متبع هادوك اللي كيخرجوا لك على حياتك. خويا راه ما تجيش تقول لي بان راه هما اللي خرجوا علينا، راه انت اللي خرجتي على راسك، راه ما خرج عليك حتى واحد. بحال مؤخرا كاينه واحد واحد الموجه على شي موقع ديال النصب والاحتيال، ها راه ولا الدوله الفلوس مال، بلا ما نذكر انا الاسامي لان ما تنبغيش ندخل في صراعات شخصيه مع الناس. ملي جيت نبحث في الموضوع لقيت بان شي ناس داروا شي سيت وقال لك اودي عطينا الفلوس، ما عرف عطيونا 1000 درهم وغادي نعطيوك 7000 درهم. دابا دخلنا عليكم بالله والنبي رسول الله، دابا حنا عبيناتنا، دابا حنا مكلخين، انا مكلخ وانتم مكلخين وحنا كلشي مكلخ، حتى واحد فينا ما قرا، حتى واحد فينا ما واعي. غنمشيو عند جده، واخا الله يرحمها مسكينه ماتت، نمشيو عند مراه كبيره عندها 70 عام ونقولوا لها لا لا عطينا الفلوس، عطينا 1000 درهم وانا عطوك 7000 درهم، اتعطيها لكم؟ يلا اتعطيها لكم باي حجه؟ انا ما بقاتش في القرايه، انا بقات في الوعي، انا بقات واش كتفكر دابا؟ كون كانوا هاد الناس هادو ولا شي وحدين اللي كيقول لك اعطيني الفلوس ندير بهم تريدينغ تداول، وراهم دابا جالسين الناس يسبوهم. دابا دخلنا عليك بالله، حنا هاد خلينا المؤسسات البنكيه وخلينا هادشي كامل، وغادي نمشيو نعطيو لواحد الفلوس وغادي يعطينا الفلوس، منين يجيب هذيك الفلوس اللي عطينا؟ عندو شي منجب ديال الذهب، عندو شي بير ديال البترول، وارد شي 780 مليار دولار، عندو 680 الف شركه، والله يهديكم الخوت. وانا لا بورصه ما فيهاش هادشي، ولاد الحساب نحيدوا فلوسنا حنا من البنكه باش نعطيهم، والبنكه، البنكه هي تعطي فلوس لهاد الناس هادو. الا نعطيك انا 1000 درهم ترد لي 7000 درهم، وانا البنكه تمشي تعطيهم، هي هما هما تمشي تعطيهم الفلوس، والبنكه تولي لاباس عليها. وراه وراه انتوما اللي خصكم الحبس ماشي هادوك،
راه نتوما اللي خصكم، عرفتوا علاش؟ لان اولا كتقلبوا على الربح السريع، ثانيا متبعين التفاهه راسكم ما تتعمروش، فعوض ما تهزوا كتيبات وتقراو وتعلموا وتبعدوا من هذا الخرشاش وتبعدوا من التليفون وتبعدوا من التفاهه وتبعدوا من الخوا الخاوي، وتقراو على كيفيه انشاء الثروه وكيفيه تدبير المال وكيفيه خلق المشاريع وكيفيه استراتيجيات والماركتينغ والتسويق. وكراكم خدامين على راسكم، كراكم تتصوروا فلوس، ولكن انت لا، انت باغي تبقى جالس تهز 1000 درهم تتعطي لواحد نصاب باينه شي. شوف انا من هاد اللايف كنقولها للمغرب كامل، اللي يقول لك اعطيني الفلوس ماشي شري منتوج، حيت كاينين تسويق، كاين واحد التسويق بوحدو ما نهضرش عليه اللي هو التسويق عبر العلاقات، وكاينين شركات معترف بهم في المغرب وعندهم اكثر من 10 سنين ولا 15 عام وراكم تتعرفوهم وخدامين، هذوك ما تنهضرش عليهم ديال انك تمشي انت تشري المنتوج من الشركه. لا انا كنهضر على داك اللي كيقول لك جيب لي الفلوس، جيبهم لي انا عطيهم لي. واش دخلنا عليكم بالله دابا اني ليا زكريا نقول لك عطيني 10000 درهم، انا نعطيك انا غدا 10000 درهم، لقيتها راسي انا بعدا. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا. الحاجه الرابعه، الله يجازيكم بخير، الا بغينا نخدموا عقلنا مزيان خصنا عاوتاني واحد ثلاثه ديال الحوايج نحبسوهم. الحاجه الاولى هي بركه من الشكاوي، انسان خصو يحبس من الشكوى، ما تبقاش تشكى، الشكوى لله. بغيتي تشكى وراه كاين سيدي واحد الاوقات خصصها الله لك، خصصها ليك، عرفتي شنو هي؟ هي الثلث الاخير من الليل، تهبط للسماء الدنيا تيقول لك هل من داعي استجيب له، ونو تشكى. واش انت كتصبح خامر تال 12 وملي تنوض تشكى، انت بعدا خصك تنوض تشكى من ضلوعك تيضروك، لان صابح عرفتي مكومبريسي مع الناموسيه لاصق. انت كون كنتي في جابون كون دفنوك، ونايت تشكى. اول حاجه ما تشكاش، تبقاوش تشكاو، اللي بغى يتشكى يتشكى لله سبحانه وتعالى. شكوى لغير الله مدله، واول حاجه كيقول تيديرها في بالو هذاك اللي كتشكى عليه، تيقول دابا تخيل دابا انا ناقص جاي تيبرزطني انا تيشكي عليا، انا ساليت مع همي. ثاني حاجه كيتشفى فيك، تيقول والله الا مزيانه لي على البارح هو كينقز، ها هو جابها في راسو، ها شتي الشكوى فين تتوصلني. ثاني حاجه اللي ما خصكش تبقى دير هو النقد، هو الانتقاد، هو لا كريتيك. تبقاش تكريتيكي، تبقاش تكريتيكي عباد الله، نو كريتيك بيرسون. الى غادي تقول خيرا قولوا او اصمت. ناخذ القدوه من الصحابه، الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل يا ربي تسمح لي زعما فرونشمون نقولها لكم على هذا الانحطاط اللي ولينا فيه، بزاف علينا نوصلوا، بزاف علينا نوصلوا للسنه النبويه، وبزاف علينا نوصلوا للخصال الحميده اللي كانت انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. واش حنا وصلنا حتى نص الاخلاق باش نوصلوا لمكارم الاخلاق؟ مشيو على الصحابه، واحد الصحابي كان غادي كيتسارع لقى صاحب صحابي واحد اخر تيغني، تيغني الغناء غينتقدو، تيقول لي الغناء حنا مسلمين انت كتغني مدور بك الناس. صحاب حبسو ولا وقفو ولا عايرو ولا سبو ولا غوت عليه، خلاه تسالى وقال لي هل لي ان اكلمك بيني بينو ماشي تا قدام الناس. قال لي ما اهدب صوتك لو كان في القران. شو الحلاوه، ما اهدب صوتك لو كان في القران. شوف النقد كي داير، ماشي انت كتكريتيكي، وانت كتكريتيكي طول الموند، كتكريتيكي شويه كتبقى جالس كتكريتيكي تا راسك. ما عندك ما يدير ملي كتسالي من كلشي انت كتكريتيكي. الحمد لله عرفتو داك العارف الفاهم اللي كيفهم في كلشي هو ما فراس مالو والو، هو هذاك. دونك شوف الشكوى لا، الكريتيك لا، وثالث اخطر حاجه ما تبقاش ديرها تبقاش تقلب على الاعذار. وراحت المغرب، وراحت الدوله، وراحت والديه، وراحت ما عندي زهر، وراحت جيت معطل، وراحت كاين جوج ديال عندك جوج الحلول، اما تلقى اسباب اما اعذار، اسباب للنجاح واعذار للفشل، ما كاينش ثلاثه. دونك انت اختار، واش باغي تكون مع الناس اللي كيقلبوا على اعذار
باش يبرروا الفشل ديالهم. والمشكله هما انهم تيقلبوا حتى على اعذار باش يبرروا النجاح ديال الاخرين. ملي كنشوف شي واحد اخر ناجح هذاك عطاتو الوقت، هذاك راه عنده الزهر، هذاك راه خوه وقف معاه، هذاك راه عاونوه، هذاك راه هما كاع الناس في المغرب كاملين اللي نجحوا واللي وصلوا كلهم وصل لهم شي واحد. ما كاين حتى واحد ناجحك، ما كاين حتى واحد ناجح راسو، ما كاين حتى واحد ناجح على 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 ظهرو، على على دراعه، ما كاين حتى واحد تيفيق يصلي الفجر و تيقول يا في التحيه الرزاق و تينوض يضرب تماره، ما كاينش. كاين في المغرب فيه النصابه والشفاره ولا الحرام صافي وباك صاحبي، هادشي اللي كاين في المغرب كاملين، حنا كاملين والو، تا فينا ما مزيان، انت اللي مزيان، انت اللي كتقول هاد القضيه هادي فانت اللي مزيان، ماشي مشكل. دونك هما ثلاثة د الحوايج، عاوتاني ما تشكاش، ما تكريتيكيش، ما تنتقدش، وما تقلبش على الاعذار، تبقاش تقلب على الاعذار. بعد ما نديرو بالاعذار تجي تقول لي انا راه حيت، وانا مالي، مالي انا مالي، سوقي سوقي انا، انت عندك عذر، انا مالي، انا خدام معايا، خدامين معايا الناس، بعد المرات تيجي واحد معطل مالك ورا الطوبيس، وانا مالي شركة الطوبيسات، انا مالي، انا جيت بكري حيت انا خرجت عارف راسي يقدر يجي الطوبيس معطل، جيت بكري حيت انا جاي باغي نخدم، ماشي جاي باغي نشوف الطوبيس واش يجي معطل. اوكي دونك خامس حاجه حاجه عرفتو تن حق الله كنهضر معكم من قلبي، والله والله شاهد على ما اقول. الحاجه الخامسه هي ملي قلت لك قبيله سير للمرايا وشوف راسك في المرايا، دابا تعاود شوف راسك في المرايا وسول راسك واحد السؤال، من هو المسؤول على النتائج ديالك الشخصيه؟ شكون هو المنتوج على المسؤول على النتائج اللي حصلتي عليهم؟ النتائج الصحيه شكون اللي مسؤول عليهم؟ النتائج العلميه شكون اللي مسؤول عليهم؟ النتائج الماديه شكون اللي مسؤول عليهم؟ والنتائج اللي غادي تحاسب مع عليهم الفوق شكون اللي مسؤول عليهم؟ شكون شكون ولاد خالتك جيران ها شكون شكون سول راسك، سول راسك الله يخليك. عرفتي علاش ما كتبغيش تصور راسك هذا السؤال؟ لان عندنا في الحياه عندنا جوج ديال الدوائر، عندنا دائره السيطره ودائره انعدام السيطره، او لا زون دو كونترول ولا زون دو نون كونترول. لا زون دو كونترول هي شنو هي الحاجه اللي انا عندي عليها السيطره، شنو هي الحاجه اللي انا قادر نسيطر عليها، ولا زون دو نون كونترول هي الحاجه اللي انا ما عنديش عليها السيطره، ما عنديش. كاين الغلاء عندي عليه السيطره، ما عنديش عليه السيطره، نقدر نبدا بيع او شريه ونجيب سلعه ونقلب فيها البيع، عندي عليها السيطره، عندي عليها السيطره، نوض دير بيعه وشريه. الغلاء كاين، ما كنعرفش ندير بيعه وشريه، واش عندي السيطره على انني نوض نتعلم التجاره؟ عندي السيطره، نوض نتعلم التجاره وبعد من انعدام السيطره، حيت علاش تجلس القهوه والدنيا غلات والحواله و 5000 درهم و 20000 درهم وانا وكذا، ها الاعذار ها الشكاوي باش نفعوك. عمرك جلستي في القهوه ولا جلستي مع الناس كتشكاو من اللي ساليتي داروا لك جمعيه وعطاوك شي 2000 ولا 3000 درهم؟ ها شنو يديروا الصباح الاخر ما بغوش يجلسوا معاك، عرفتي علاش؟ يقولوا هذه المصيبه فين ما كنجلسوا معايا كيتشكى. دونك شوف الله يجازيك بخير، باش نتفاهموا انا وياك، كل ما هو خارج على السيطره ديالك، خرجتي الصباح لقيتي الشتاء عندك عليها سيطره، ما عندكش عليها السيطره الله يرحمنا، ولكن عندك السيطرة على اين كبوطة تلبس، واش عادي تهز بارابلوي ولا لا، واش تهز ميدالة، واش عادي تلبس، واش تغطي راسك باش ما يضربكش البرد، هادي عندك عليها السيطرة وما تخرجش تفزق. الشتا كاينة كاينة، دونك يفهموني، لأن هاد القضية ديال لازون دو نون دو نون كونترول ولا لازون دو نون انفلونس راه هي بوحدها خصها لايف، وكاينة لازون دو كونترول. هاد لازون دو كونترول ولا منطقة السيطرة فيها ثلاثة د الحوايج ما فيهاش بزاف، هما اللي عندك عليهم السيطرة بغيتي ولا كرهتي. أول حاجة عندك عليها السيطرة هما الأحاسيس والمشاعر ديالك، لي سونتيمون إي لي زيموسيون، هادو عندك عليهم السيطرة. أنا باغي نكون فرحان،
دابا باغي نكون فرحان، غايجي شي واحد يغضبني، انا باغي نكون فرحان، انا باغي نحس بالحب، هادي سي اون ايموسيون، باغي نحس بالحب، جيم مي زونفون، تنبغي وليداتي، تنبغي مراتي، تنبغي والديا، عندي عليها السيطرة، تنبغي خدمتي، عندي عليها السيطرة، تنبغي هاد اللايف اللي داير ليكم، عندي عليها السيطرة، حيت سي اون ايموسيون جاية من الداخل، تا واحد ما يقدر يحيدها ليا، ديالي. اي بلوس تي زيموسيون شحال ما كانوا لي زيموسيون ديالك طالعين شحال ما كتكون لا كاليتي دو في ديالك زوينه الا كانوا عندك دي زيموسيون فورت يكونوا عندك احاسيس ومشاعر قويه بانك بصح كتبغي داكشي اللي كدير شي ملي كنشوفو مثلا في قطر 2022 فاش شفنا الكويريه ديالنا كيتقاتلوا على كره وكيتلاح وكي هذاك تتشوفو كيحب داكشي اللي كيدير تيبغيه ماشي حيت باغي تخلص وعن حب الور لي زيموسيون ديالك عندك عليهم السيطره شحال ما حبيتي داكشي اللي كدير شحال ما غادي تنجح فيه كون على يقين دونك ها علاش عندك السيطره عندك السيطره على لي زيموسيون ثاني حاجه عندك على السيطره هي الافكار ديالك الشريف الافكار اللي دابا جالسين كيديروا لك جميع انواع التشتيت باش ما يبقاوش عندك افكار ايجابيه باش ما يبقاوش عندك افكار نيره باش ما يبقاوش عندك افكار اللي تقدر تعطينا نتائج زوينه واش كاين شي واحد يدخل لك في راسك شكون اللي كيهضر معاك بزاف نهار كامل من غيرك انت اخباركم على ان العقل كيقدر على انه يخلق اكثر من 600 حتى 900 الف فكره في النهار 600 حتى 900 الف فكره في النهار واش من اورديناتور عباد الله هذا عطانا سيدي ربي نشكر الله على نعمه العقل اللهم لك الحمد انا عندي عاطيني الله العقل فاش كنفكر انا كنفكر في الخوان خاوي متبع هذا مدابز مع هذا في مواقع التواصل الاجتماعي كنبقى نقلب الفيديوهات ديالهم ها هو راه خرج راه قال لي واش شتي هذاك مسخوط شنو قال الاخر واش شتي هذيك راه تعرفتي شنو راه دعات وراه دابا يدخل الحبس والاخرى عرفتي شنو صافي راه بان شكون اللي كان هادشي باش تفكر وملي كضرب يدك لجيبك تتلقاها خاوي ها دابا انت الا كنتي باين راسك انت هو باين راسك واش تبغي ولدك يدير هادشي اللي انت كديرو الا كنتي انت باين راسك انت هو باك واش ترضى على ولدك يدير هادشي اللي انت كديرو ما ترضاش وما ديروش كنت ولد راسك الافكار عباد الله كيف نصنع الافكار كيفاش كنصنعوها كيفاش بغيتي يكون راسك هو واحد لوزين واحد المصنع ديال الافكار الجيده كيفاش راسنا دير بحال لوزين مصنع بغينا يعطينا واحد البضاعه او سلع جيده اول حاجه كنبداو بها شنو هي هي الماده الخام لا ماتيير بريمير منين نجيب لا ماتيير بريمير كاينين ما كاينش بزاف ديال كاين لا ماتيير بريمير الماده الخام وكاين التصنيع لو فاصوناج كيفاش نخدموا الالات اللي نخدموا بهم الله عطانا نفس الاله لينا كاملين نفس عدد الغلايا العصبيه لينا كاملين نختلف في الذكاءات كاين واحد السيد هوارد غاردنر في 1984 خرج واحد الخاصيه ديال الذكاءات المتعدده هو ان مثلا كريستيانو رونالدو عنده الذكاء الجسدي كاين اللي عنده الذكاء الموسيقي كاين اللي عنده الذكاء الكتابي ولكن راه كلنا اذكياء ما كاينش اغبياء الور انت هي ملي تعرف الذكاء ديالك وتعرف شنو هي الحاجه اللي كتميل ليها بغيتي تخرج بها افكار زوينه وديك الافكار اللي تكون عندها قيمه اللي على ودها يقدروا الناس يخلصوك الماده الخام منين تجيبها باش تتعمر راسك الخوان الخاوي خلاها قد المال حلو فيد فيدي هو لا كتعمر راسك بالخوان الخاوي والماده الخام فهي ماده سامه وماده خبيثه شنو الافكار اللي غتصنع لينا الشريف غتصنع لينا افكار خبيثه افكار مسمومه افكار ذات رائحه كريهه ما صالحه لوالو دونك ها لي زيموسيون ها لي بونسي الحاجه الثالثه اللي عندك عليها السيطره عرفتي شنو هي باش نساليو هاد اللايف لان نسينا الوقت تنهضر ما نسكتش دارني خاطري
هما لي زاكسيون، الافعال ديالك، الافعال اللي كتقوم بهم يوميا. ما كاين حتى واحد يدخل معاك في الافعال ديالك. شتي كاع الا بغيتي الله يحفظ الله يستر الله يستر، بغيتي تقتل بغيتي تقتل، انت الجنويه ولا تخشيها في واحد. ها انت قتلتي، ها انت درتي فعل اجرامي، انت مشيتي للحبس. واش دخل معاك شي واحد في عقلك قال لي قتل؟ الا دونك نساو القتل. حنا قلت لك تاز مثلا الاجرام ما يدخل معاك حتى واحد، حتى بوحدك. ها انت دخلتي المكتبه شريتي كتاب، الوقت مزيره، الدنيا غلات، كاينين موارد، كنسمعوا ناس كيربحوا فلوس من تقنيات ومن برامج، ولكن انا ما عارفش. وقال لك اللي عنده فمه ما كيتلفش، عندك فمك هذا كاين سول تو سامبلومون، خلص على راسك، استثمر في راسك فلوس، استثمر في راسك. هذا الراس حلو، حط الفلوس، قول لهم خشيو لي في راسي المعلومات، سد راسك، راسك يولي كينتج لك ما افعال ايجابيه، افعال اللي تعطيك نتائج زوينه. داكوغ؟ دونك الله يجازيكم بخير. راه حداو راسكم، حداو راسكم، الله يعطيكم السر. وما تبقاوش طلعوا ما عرف كي تيقولوا لها، تكبروا ما نعرف البوجعران، ولا ما تكبروا الشان البوجعران. المهم عندنا شي امثله في المغرب تيعجبوني انا، بعدا تيبردوا لي القلب. ما نبقاوش نكبروا القيمه لمن لا قيمه له. انت داير محتوى، انا تفرجت فيك، عطيتك 10 دقائق ولا 15 دقيقه من وقتي، شنو ربحت؟ ماذا استفدت؟ الا نتفرج في واحد تيعلمني الطياب ونستافد بعدا نطيب. حتى انا جلست شي نهار بوحدي والكوزينه وكذا، نعرف نطيب، اللي صايب لي راسي قويميله. واحد تيصايب بوله نتعلم نصايب بوله، واحد تيعرف طوموبيل نتعلم طوموبيل. مواقع التواصل الاجتماعي راه سلاح ذو حدين، ولكن المشكله اللي كاينه فينا هو اننا، انا نعاود نقولها عاوتاني باش نضحكوا شويه، كنكبروا الشان لبوجعران. واش دخلنا عليكم بالله؟ واخوتي المسلمين والمغاربه والرجال والدوله اللي ما عمرها ما خسرات شي حرب، وثاني اقدم مملكه في العالم، واش عباد الله ولينا كنعطيو قيمه للشذوذ الجنسي؟ بنادم شاد جنسيا، واش انا هذا كنخلي ولدي يشوفه ونهار ولدي يخرج ليا بحاله؟ شنو نقول؟ مسؤوليه ديال من هادي؟ ما تضركش في خاطرك هادي؟ ها ان واحد ما نعرف، ما عرفتش انا باش نسميه كاع، خارج هنا خارج، هو خارج مزوق، والهضره لا ما فيها ما يتسمع، والمشكله ان بزاف متبعينه، ولا وحده ما فيها حلات حتى حاجه، ما في حلات في التزنديق، ما في حلات في فرقس، ما فيها الحا في تمشي خيط، ما في والو، وكدير لايف في 6000 5000 كا، كتعطي ناس كتنصح لينا بناتنا، ها هو اللي على الفقصه، كتنصح لينا بناتنا، حنا بنات المغاربه، كتنصح بنات الشرافه. لا حول ولا قوه الا بالله، هادشي اللي نقدر نقول لكم. اللهم اني قد بلغت، اقول كلامي هذا واستغفر الله لي ولكم. اخوكم الياس العكاري الذي دائما وابدا يحبكم في الله. وسمحوا لي الى هضرت شويه بهذه الحرقه، راه ربي اللي عالم بيا والله العلي العظيم، ولكن راه الغيره 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 الرجال كاينه هنا. شكرا والى اللقاء ان شاء الله.